يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن. ووضعت الدولة المصرية خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول، خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج. وللمزيد معنا من الأراضي المقدسة موفدنا إلى هناك محمد حلمي. محمد، بعد التحية، ضعنا في الأجواء لديك وأيضا إجراءات عودة الحجاج المصريين. تحياتي لك دينا من مقر البعثة الطبية المصرية هنا بمكة المكرمة. بالفعل بيتم تفويج الحجاج المصريين على محورين بعد أداء المشاعر، إما إلى أرض الوطن مصر من خلال اليوم 14 رحلة جوية، منها 9 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة لحجاج القرى والتضامن والبعثات النوعية، وكذلك الأجانب والترانزيت. بالنسبة لنا لضيوف الرحمن، الحمد لله ضيوف الرحمن حجاج مصر بخير. عدد الحالات المنومة في المستشفيات، تم خروج 4 حالات، كان بالأمس 52 حالة، تم خروج 4 حالات صباح اليوم، باقي 48 حالة، منهم 24 حالة بالعناية المركزة. ولكن اليوم كانت هناك جولة من أعضاء البعثة الطبية المصرية بهذه المستشفيات للوقوف على الحالة الصحية لهؤلاء الحجاج المصريين والخدمة العلاجية التي تقدم لهم. الحمد لله تقابلنا مع الحالات الموجودة في العناية المركزة، حالتها مستقرة وبيتم التعامل معها إلى أن يتم دخولها القسم الداخلي. أؤكد لك أن الحمد لله أجواء روحانية عالية ما بين ضيوف الرحمن، خاصة المرضى الموجودين المنومين في المستشفيات، لما يقدم لهم من خدمات علاجية على مدار الساعة من قبل السلطات السعودية بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية. العيادات البعثة تعمل بكامل طاقتها سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وصل عدد الحالات ل 20,350 حالة ترددوا على هذه العيادات، يتم تقديم لهم الخدمات التشخيصية والعلاجية والدوائية على مدار الساعة. كذلك هناك العديد من الندوات التي قام بها فرق الطب الوقائي بالتجمعات التي يوجد بها الحجاج المصريين بمقر إقامتهم سواء بالمساجد أو بالمطاعم. وصل عدد هذه الندوات إلى ما يقرب من 900 ندوة، كان متردد عليها ما يقرب من 28,600 حاج. أؤكد لك أن الحمد لله لا توجد أي أمراض وبائية بين الحجاج المصريين. كما قلت، أجواء روحانية عالية رغم الظروف المناخية التي قابلها الحجاج المصريين أثناء المشاعر، كانت تصل درجات الحرارة في بعض الأيام إلى أكثر من 48 درجة، ولكن المجهود على قدر الثواب على قدر المشقة التي عاناها الحجاج ومنهم الحجاج المصريين. لكن الحمد لله أجواء روحانية عالية تنتاب كافة ضيوف الرحمن، خاصة مع قرب عودتهم إلى أرض الوطن مصر. شكرا جزيلا محمد حلمي، موفد التلفزيون المصري، كنت معنا من الأراضي المقدسة. شكرا جزيلا لك.